وللحديث عن ملف النازحين ينضم إلينا من أربيل فراس الخطيب الناطق الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق. بداية أهلا ومرحبا بك. إذن 8 سنوات مرت على أزمة النازحين في المخيمات وما زالوا هم يعانون، برأيك ما الذي يمنع من إنهاء معاناتهم وما يقارب أو أكثر من 1,000,000 نازح ولم تسعى فيها الحكومات المتعاقبة بإنهاء هذه المعاناة؟ تفضل. يزيد فضلك. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. يعني دائما في مسألة النزوح الداخلي، وهي مسألة تخص الحكومة بالدرجة الأولى لأنهم يعني مواطنون هذه الدولة، هناك حاجة لإرادة سياسية وحسم. سابقا كان في أزمة بالحكومة، اليوم نشهد تشكيل حكومة ووزارات، فنرجو أنه يكون هذا بداية لحلول، لأن ليس فقط الإرادة السياسية ولكن هناك حاجة لترميم، إصلاح بنية تحتية، إعادة المساكن، إعادة الناس إلى مناطقها الأصلية، استثمار في البنية التحتية من أجل عودة الزراعة. كثير من النازحين نزحوا من مناطق زراعية في سلة الغذاء في العراق ولم يعودوا ولم تعود الزراعة. نحن اليوم ننظر يعني نعيش في عالم قد يشهد بعد 10 سنوات أو أكثر بعض الدول تمنع تصدير الخضار والفواكه، فإذا أنت ليس لديك خضار وفاكهة ومواد زراعية كافية للاستهلاك المحلي، قد يعني تضع نفسك في وضع سيء. ولهذا يجب الاستثمار في هؤلاء الناس، عودتهم، فرص العمل، فرص سبل كسب العيش، فهو أساسي وهو يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل وطبعا بعض الجهود والتكاتف من قبل منظمات إنسانية ومجتمع الدولي.